لمزيد من الحديث عن تطورات انتفاضة تشرين معنا هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. مرحبا بك يا أستاذ عبد القادر. إذا 43 شهيدا هي حصيلة يوم واحد من انتفاضة تشرين، على ما يدل ذلك؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. الرحمة لشهداء التظاهرات والشفاء العاجل للجرحى. هذه الدماء حقيقة تؤكد على أن خيار الشعب هو التصميم لإسقاط هؤلاء حتى وإن طال بهم الزمن، وأن الشعب يبذل دمه وهو يعلم أن هناك استهدافا حقيقيا له، لكنه يصر على التظاهر ويصر على الوفاء لهذه الدماء التي تسكب على أرض الرافدين. وهذه الدماء التي سالت حقيقة هؤلاء نبراسا يضيء طريق العراقيين للخلاص من الطقمة الفاسدة الحاكمة من الأحزاب والميليشيات، بعد أن عرف الجميع الحقيقة أن إيران هي من يحكم العراق وأن هؤلاء أدواتها، وبالتالي لا يمكن استعادة البلد واستعادة وطن إلا بزوال هؤلاء. لذلك هم يقدمون أنفسهم قربانا من أجل الخلاص من هؤلاء، وثم تدللوا استشهاد هذا الكم الهائل في يوم واحد على أن هذه الحكومة مجرمة بكل طبقاتها وبكل ميليشياتها. فهي عندما تقتل أبناء الشعب العراقي الذين يحملون العلم العراقي، سلميين يتظاهرون بأرقى أنواع التظاهر الحضاري، يطالبون بحقوقهم ويريدون الضغط من أجل تحسين الواقع العراقي، يؤكد أكذوبة الديمقراطية التي عزفت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هؤلاء لا يمتون إلى الحرية بصلة. هؤلاء دكتاتوريين منتهكين لحقوق الإنسان، وتؤكد العار الذي يلف مجتمعات الدول والعالم على صمتهم أمام المجزرة الحقيقية التي تستخدم فيها كل آلات الحرب من أجل قتل الشعب العراقي، والكل يتفرج. حقيقة هذه الدماء كشفت حقائق كثيرة، ومنها صمت منظمة الأمم المتحدة التي ترى العراقيون يقتلون ويذبحون، بينما في أماكن أخرى تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يتدخل الجيش التركي في بضع من الكيلومترات. إذن يعني طالما ذكرت وسط صمت المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ذكرت أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رصدت في أثناء التظاهرات المستمرة في العراق، ولكن ما الموقف اللازم اتخاذه تجاه الرد الدموي الحكومي على المتظاهرين السلميين أمميا؟ وهل القلق والاستنكار وأنهم يصفون أن هناك انتهاكا كافيا في بيانات أو ينصحون الحكومة بعدم استخدام القوة المفرطة، يعني هل يتم نصح الجلادي عن القتل؟ وهل الحكومة اليوم هي في أول مرحلة قتلت أبناء شعبها؟ هذه الحكومة ابتدأت بقتل العراقيين منذ الأيام الأولى التي تسلمت وتسلمت فيها الحكم من الاحتلال من 2003. لا يمكن أن ينسى العراقيون ما فعلوا في عام 2006، ولا يمكن أن ينسى العراقيون والعالم ما فعلوا في تظاهرات 25 شباط 2011، ولا يمكن أن ينسى العالم ما فعلوا في تظاهرات سلمية لست محافظات مجزرة الحويجة وساحة الأنبار وجامع سارية، شاهد كبير على ما يحدث الآن. جرائم إبادة جماعية نفسها. يعني هل ستنجح الحكومة بهذه السياسة برأيك الآن بعد كل هذه المجازر التي ذكرتها في ساحات الاعتصام والتظاهر؟ هل ستنجح بسياسة القمع الحكومي بكبح جماح هذه الانتفاضة؟ بالتأكيد لن تنجح، لأنها لم تنجح ماضيا. كل حملات المستعرة الإجرامية التي ارتكبتها الحكومة لم تنجح في وعد الشعب العراقي وتطلعاته، بل بالعكس زادت من وعيه، وأدرك العراقيون الحقيقة التي يمكن أن تقودهم إلى الخلاص، وبالتالي هم قدموا أنفسهم على أنهم المجرمون. كل سياسة التخنيع والتخدير والكذب في عمليات الإصلاح بانت واضحة لكل الأطراف العراقية وللشعب العراقي. هذه الدماء حقيقة ستؤسس لمرحلة، وهي أن العراقيون قادمون بوحدتهم من أجل أن ينتزعوا العراق والوطن من هؤلاء ومن مخالب هؤلاء المجرمين والقتلة والفاسدين وكل أعوانهم الذين اليوم يستخدمون القتل والدماء من أجل أن يرغوا أسيادهم من الأحزاب. هؤلاء سيحاسبهم الشعب العراقي حسابا شعبيا
قاسيا في قادم الأيام. ولكن أستاذ عبد القادر، عفوا، يعني وزارة الداخلية ربما اطلعت على ما أعلنته أنها ذكرت لم تستخدم السلاح الناري أو القوة المفرطة ضد المتظاهرين إطلاقا، بينما الواقع وما يصوره حتى الناشطون المتظاهرون يثبت عكس ذلك. كيف ترى بيان وزارة الداخلية؟ بيان وزارة الداخلية هو لأنها الجهة المجرمة في حق المتظاهرين، فلذلك هي تبرر لجريمتها الفجة وبطريقة الكذب الذي لا يمكن لعقل أن يستوعبه، وبالتالي بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الداخلية في العراق يؤكد على أن الجريمة مستمرة وعلى أن هؤلاء حقيقة مختلين عقليا في جريمتهم، لأنهم يظنون أن كذبهم في بياناتهم وتصريحاتهم سيصدقها الشعب العراقي أو العالم. العالم يعلم حقيقة ما يجري. هؤلاء استخدموا السلاح والقناص يوم أمس وقبلها من التظاهرات، واستخدموا الغاز المسيل باتجاه القتل، لأنه معلوم تماما قواعد الاشتباك في الاحتجاجات يستخدم الغاز إلى الأعلى، يقصف إلى الأعلى، وقد رأي والعالم كله عندما يستخدم هذه الغازات المسيلة يستخدمها إلى الأعلى، لا يستخدمها بقضية القتل المباشر. لذلك اخترقت الجماجم، مما يؤكد على قرب المسافة وأنهم متقصدين في القتل، فضلا على أنهم حقيقة سمحوا للميليشيات بالقتل الواضح تماما، وسمحوا لأجانب منهم الإيرانيون بقتل الشعب العراقي. لذلك هذه المظاهرات قضت مضاجع إيران وعملائها وأدواتها، فاستخدموا القوة. فلذلك بيان وزارة الداخلية هو بيان يكتف في السفارة الإيرانية، فلا قيمة له على أرض الواقع، ولن يصدقه الشعب العراقي. وهذه الأساليب باتت حقيقة طريقا لا يمكن الالتفات إليه، والشعب العراقي والمتظاهرين يعلمون الحقيقة، فعلى ماذا يكذبون؟ هو من يريد أن يكذب من أجل أن يهدئ الشارع. هذه حقيقة ستزداد، هذه البيانات الكاذبة المفضوحة ستزداد من وتيرة الشارع في تظاهرات واستمراره في قوة الانتزاع وطنه المسلوب من هؤلاء. من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.